في أول كلماته بعد خروجه من السجن الإسرائيلي أكد مدير مستشفى الشفاء دكتور محمد أبو سليم سلمية أن وضع السجون مأساوي وصعب جدا، يجب أن يكون هناك كلمة حاسمة من أجل حرية الأسرى. مشاهدنا في غزة، ربنا يكون بعون أهل غزة ويرحم أهل الشهداء والجرحى ويشفي الجرحى. والأسرى صراحة بمروا بوضع مأساوي جدا، يعني يمر على تاريخ الشعب الفلسطيني من 48 إلى الآن ما يمر به الأسرى القدامى والجدد. الأسرى يمر بظروف صعبة جدا، من نقص في الأكل والشرب والإهانة الجسدية وكل شيء يتعرض إليه الأسرى الآن. الأسرى وضع لم يمر على الشعب الفلسطيني منذ النكبة إلى الآن. الأسرى القدامى أيضا يعاني الآن الأمرين، ومنهم من خرج معنا اليوم أمضى أكثر من 23 عاما وترك في السجن لمدة سنة كاملة حتى خرج الآن. يجب أن يكون هناك كلمة واضحة وتبييض الأسرى، تبييض السجون من الأسرى بشكل سريع وواضح، لأن الأسرى أمانة في عنق كل شعب فلسطيني. الكوادر الطبية ما استشهدت في السجون الإسرائيلية، هناك من الكوادر الطبية خرجت من السجون الإسرائيلية. الأسرى هناك من التعذيب من استشهد وهم ولا يستطيع أن يأخذ حب الدواء. هذا العدو المجرم يعني أثبت مدى إجرامه حتى في التعامل مع الأسرى، حتى مع التعامل مع الطواقم الطبية. أكثر من مئات من الطواقم الطبية من الأطباء والممرضين والفنيين الأشعة وكل شيء تم استهدافهم، والآن يقطعوا في سجون الاحتلال يعذبوا.